موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. أورنج الأردن وفي إطار تعاونها الاستراتيجي مع منصة إدراك للتعلم المدرسي تساهم بتوفير فرصة تصفح المحتوى التعليمي مجاناً على المنصة في الأردن وتنزيل المواد الدراسية التي توفرها المنصة والمصممة خصيصاً لطلبة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور دون الحاجة لاستهلاك حزم الإنترنت للخطوط الفعالة على الهواتف الذكية. البنك العربي يوقع اتفاقية رعاية حصرية مع مركزي الثقافي لتصميم وإطلاق مشروع إبداعي مبتكر يهدف إلى نشر التوعية والتثقيف المالي بين الأطفال بطرق فنية شيقة ومختلفة، وينقسم هذا المشروع إلى عدة برامج منها تجديد برنامج فنون الادخار وتقديم المزيد من العروض المسرحية التوعوية حصالة بكرة للأطفال. المركزية تويوتا تدعم مسير درب الأردن الكامل لعام 2020 والذي سيمر من أم قيس للعقبة بمسافة تتجاوز 650 كيلومترا مشيا على الأقدام في الفترة ما بين 6 آذار و 18 نيسان، وذلك لتشجيع عشاق رياضة المشي على تخطي المستحيل وقطع الأردن من شماله لجنوبه مع نشر ثقافة السياحة الصديقة بالبيئة محليا. البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بكبار عملائه في محافظتي معان والعقبة، حيث أكد البنك حرصه على خدمة كافة شرائح العملاء بما يتلائم مع تطلعاتهم واحتياجاتهم في تطوير منتجاته وخدماته، وذلك طبقا لاستراتيجية محورها تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية والمتوافقة مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية. موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة.